عايزين نفرق بين الشيعة والرافضة، ايه الفرق بينهم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان أهلا المبارك. وسهلا بحضرتك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، أما بعد. زمان أيام الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا عامة، ما فيش حاجة اسمها تفريق بين في الإسلام نفسه، ما فيش تفريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وفي الصحيحين موجود أن أمتي، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ستفترق أمتي ل72 شعبة كلهم في النار إلا واحدة. طيب، إيه هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه هي الفرقة، أو إيه هي الفرقة الناجية؟ كل الفرق اللي على وجه الأرض بتنتسب للإسلام بتدعي إن هي الفرقة الناجية، وكل فرقة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا أنا الفرقة الناجية. من أول ما ارتدوا، من أول سيدنا أبو بكر لحد ما ظهرت عندنا حاجة و70 شعبة، أو فيما سيظهر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. نيجي لموضوعنا، ايه هي الشيعه وايه هي الرافضه؟ في فرق كبير جدا، وانا دايما بقول لاخواننا المحاورين او اخواننا اللي شغالين في موضوع الفرق والمذاهب ودعوه الشيعه الاثني عشريه، ان مش عايزين نعمل خلط اوراق بين المصطلحات. كلمه شيعه بالمعنى المصطلحي والمعنى اللغوي هي معناها انصار ومحبين. شيعه يشايع او شايعه، يعني يناصر او يحب مع. ودي أطلقت في الزمن الأول من الصحابة على مثلا شيعة عثمان، كان بيقولوا على صحابة عثمان الناس اللي كانوا عايزين مثلا سيدنا عثمان أو يوالوا سيدنا عثمان، اللي بيوالوا سيدنا معاوية، اللي بيوالوا سيدنا علي، كان يطلق عليهم شيعة علي، شيعة عثمان، شيعة معاوية وهكذا، يعني أنصار علي، أنصار معاوية، أنصار هكذا. العجيب إن ما كانش بينهم اللي إحنا شايفينه النهاردة من اللي بيدعوا التشيع، اللي هو إيه؟ العقائد اللي ممكن نتعرض لها في الحلقة، من سب الصحابة، تكفير للمسلمين، اعتقاد بتحريف القرآن، خرافات مذهبية، الكلام ده كله ما كانش موجود. بل بالعكس، كان شيعة عثمان يوالون ويحبون شيعة علي بن أبي طالب، وكذلك شيعة علي بن أبي طالب يوالون ويحبون ويحترمون شيعة عثمان وهكذا. ما كانش في بينهم فرق أبدا، لدرجة أن حتى سيدنا علي بن أبي طالب لما حصلت الفتنة، فتنة الإسلام في النهاية مع فتنة قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب أرسل ولداه الحسن والحسين يقفوا على باب سيدنا عثمان عشان يذبوا عنه، يدافعوا عنه ضد الخوارج اللي طالعين يقتلوا سيدنا عثمان. ولما رجعوا واتقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، فتنة مقتل سيدنا عثمان، ورجعوا لسيدنا علي، سيدنا علي نهارهم حتى في كتب الشيعة أنفسهم ضرب سيدنا الحسن على كتفه وعلى صدره وقال له كيف يقتل وأنت على بابه؟ يعني لما نيجي نعاشر أو نشاهد سيرة الصحابة بينهم وبين بعض، ما فيش أبدا اللي موجود حاليا بيحاولوا يظهروا للناس من كره للصحابة بينهم وبين بعض. لذلك احنا بنفرق ما بين شيعة ورافضة. رافضة، أنا ما أقول الرافضة هم الذين رفضوا الإسلام، حتى برواياتهم إن هم رفضوا الصحابة، رفضوا أبو بكر وعمر، رفضوا عثمان، رفضوا السيدة عائشة أم المؤمنين، يرفضون كل ما يمت لأصحاب النبي بصلة، وفقط يعتمدون على 12 شخص من آل البيت. نقدر نقول 11، الشخص ال 12 هو اختفى في سرداب سامراء زي ما بيقولوا من جندي عباسي في آخر الزمان، مخفي من أكثر 1250 سنة لحد دلوقتي، وبيطالبون بإمامته. لكن اللي عايز أقوله إن في كلمة شيعة ليها اتجاه، ولما نيجي نتعامل مع اللفظ ونيجي نتعامل مع هؤلاء لازم نعرف اللي بنتعامل معه هل هو شيعي بمعنى مناصر لسيدنا علي، بيحب أن يكون هو الوالي مثلا، بيحب أن يكون هو اللي كان يتولى الخلافة مكان أبو بكر وعمر، لكن ما بيسبش أبو بكر وعمر، بيحترم أبو بكر وعمر، ما بيكفرهمش، ما فيش مشكلة. لكن لا، أنا أجي أقف هنا لقيته ليه موقف ويقول أن كل الصحابة مرتدين إلا ثلاثة، ما لا، هنا ده ما بقاش اسمه شيعة بل اسمه رافضي، ويرفض الإسلام بالكلية، لأن الصحابة هم نقلت الإسلام أصلا. يعني مين اللي نقل لنا الإسلام، مين اللي نقل لنا القرآن، مين اللي نقل السنة؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عليهم.